النجف يهزم فريق القاسم بهدف وحيد، وكورة يتابع تصريحات الفريقين بعد المباراة. الأداء النهاردة أداء كويس، والنتيجة الحمد لله كانت مهمة جدا جدا النهاردة إننا نحصل الثلاث نقاط، يعني الحمد لله. كنا إحنا كلاعبين محتازين هذا الفوز. نادي النجف أكيد إحنا بعدنا مقصرين اتجاه نادي النجف. نادي النجف ما يقل شيء عن نادي الأندية الجماهيرية. إحنا كنا محتازين لهذه الثلاث نقاط، لأن كنا نمر فترة يعني مثل ما تقول صعبة. الحمد لله والشكر حققنا المطلوب، وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. نادي هذا الفوز للجماهير اللي حضرت نادي النجف والكادر التدريبي أكيد وقفوا ويانا. قدرنا نحقق مباراة جيدة، ثلاث نقاط مهمة لنادي النجف. اكيد كل ثلاث نقاط تودينا مركز اعلى. حسب تصوري احنا انظلمنا يعني من حكم المباراه، يعني ثلاث حالات ما رجع بهن للفار، المفروض يرجع بهن للفار. بالاضافه يعني عندنا بعض اللاعبين اليوم ما التحقوا بالفريق، وخاصه المحترفين بسبب يعني حقوقهم الماليه. كنا مسيطرين على المباراه، فرصه واحده استغلها النجف، طلع فايز 1-0. بس انت تعرف اليوم احنا الظرف المادي اللي يمر به النادي، نعتب احنا على المحافظ محافظه بابل. نطالب مجلس المحافظه محافظه بابل، يعني عين على هذا الفريق، يعني لمتى احنا هيك؟ لمتى يعني لمتى هذا الحال؟ والله تعبنا، يعني احنا لاعبين الاداره لا حول ولا قوه.